وحشتوني 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 وحشتوني. يعني النهارده الخميس، والخميس يعني في يوم كابوبيون. النهارده ان شاء الله معانا حلقه مميزه جدا، وتقريبا انتوا اللي مختارينها وانتوا اللي باعتين عايزين تعرفوا كل حاجه عن موضوعين مهمين جدا. في موضوع معتادين بقى لنا كام حلقه من كتر اسئلتكم عليه، احنا منتظمين فيه ان احنا نجاوب لكم على كل حاجه عشان احنا موجودين علشان نرضيكم. واول موضوع انتوا سالتوا عنه كتير، لكن احنا قعدنا ندعبس وندعبس 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 وجبنا لكم اول واحده تعمله في اسكندريه، واول واحده هتقدر تجاوب لنا عن كل الحاجات الجديده والتقنيات الجديده. احنا النهارده معانا بوسي فوزي، هنحاول نطلع منها كل الحاجات اللي انتوا عارفين ان انا بحب اطلعها. اهلا بيك يا بوسي. اهلا بيك. انا قررتك قبل الهوا، وكل اللي اتقال قبل الهوا يتقال جوه الهوا. تاني عامله ايه؟ تمام من ورانا. ميرسي والله. ميرسي حبيبتي. انت اول واحده في اسكندريه بتعملي اللاش ليفتنج. ايوه اللاش ليفتنج ده يا جماعه يعني اللي هي بالنسبه لنا اللي احنا بنتفرج عليها في الفيديوز والحاجات الجديده اللي طالعه على السوشيال ميديا، اللي هي قلب الرموش. رفع الرموش او تجعيد الرموش. تجاعيد الرموش. تجاعيد الرموش مش بمعنى التجاعيد، بمعنى لوي الرموش. لوي الرموش بالظبط. طيب قولي لي دي انا بستفاد منها ايه؟ بتستفادي ان هي حاجه طبيعيه ناتورال خالص. دي رموشي مبدئيا عشان الناس تفهم. مش دي بنستخدم فيها تركيب رموش نهائي. اوكي. مش بنستخدم اي حاجه، كلها ماتريال طبيعيه. جميل. دي حاجه كانت موجوده بقالها وقت على فكره. بس ما كانتش، دلوقتي بقت معالجه اكتر. دخلها تقنيات افضل. بصي انا هكلمك طبعا دلوقتي كجمهور، انا كفيونكا منظر الصور بيوجع لي قلبي، يعني انا بخاف منه. انا كله بيفتكر ان هي فوجئت قبل الهوا ان هي ما فيهاش اي وجع مثلا زي المايكرو بليدنج ولا زي اي حاجه من الحاجات اللي بتوجع زي التاتو والكلام ده كله. ليه الصور كده؟ او يعني قولي لي انت بتعملي ايه؟ انا اول حاجه في ماتيريال بترتبها، بنطلع الماتيريال منظف للرموش. جميل. بنظفها جدا جدا، ما يبقاش فيها اي شوائب اي اثار للميك اب خالص. حلو. وبعد كده برفعها على قطعه سيليكون وبجلو معين بتاعها، برفع الرموش عليها. جميل. بعد كده ببتدي احط موادي، في من ضمنهم ماده كولاجين. كولاجين ده بيعيد بناء الشعر. ده طبيعي. يعني هو اصلا طبيعي. أوكي. وبيعالج، يعني هي اصلا تريتمنت، يعني كلها معالجه. اوكي. يعني ده مش خزعبلات صح؟ لا خالص. شور. خالص. خلاص بوسي قالت يا جماعه. كلام بوسي لازم يصير يا حسنين. بنرفع عليها الرموش. وبعد كده بغطيها وبسيبها شويه. بغطي ايه؟ بغطي الرموش بستريتش كده وبسيبها من ربع لتلت ساعه. أوكي. بتاخد وضعها. طبعا انا مغمضه عيني وما عنديش اي مشكله خالص. بالظبط. بعد كده بشيل الماده دي. وبحط ماده تانية اللي هي بتثبت معايا وبتدي كثافه. حلو. دي اسمها يعني تقنيه اسمها LVL، بما معنى لينت فوليوم ليفت، اللي هو التطويل تكثيف رفع. حلو جدا. تمام. رفعنا خلصنا، حطينا الماده الثانيه، بنحط برضو عليها ستريتش برضو من 10 دقائق لربع ساعه. بنشيلها، بننظف الرموش كويس جدا، بنطلع كل المواد دي. حلو. بعد كده بنشيل السيليكون دوت بطريقه بالراحه خالص، ما فيهاش اي وجع نهائي. يعني حتى ولا في ان انا اثر على الرمش الاصلي خالص. ده انت بتاثري عليه بالايجاب مش بالسلب، عشان الكولاجين. انت بتدي له كولاجين. بالظبط. بتدي له مواد بتحفز بنائه. دي اللي جابتني ورا اول ما سمعت الكولاجين، جبت ورا على طول. بالظبط. كلمه انت ريحتيها من الماسكارا، ريحتيها من تركيب الرموش. انا كده مش هحط ماسكارا. مش هتحطي، بس لو عندك مناسبه وعايزه مثلا تحطي ماسكارا او تركبي رموش عادي، ما فيهاش اي مشكله، بتحط بتركب عادي خالص. طب دي بركب عليها الهير باي هير ولا لا؟ لا مش بتحتاج. مش بتركبي. لا هي بتبقى عايزه مثلا لو في مناسبه اللي هي الوان داي كده وبس كده. مش حلو مش جدا. طب قولي لي بقى انا دي بس بعملها بتقعد معايا لمده قد ايه؟ من 3 شهور لست شهور، بس الافضل ان هي كل 3 شهور يتعمل عليها ريفيل. حلو ده. بتفضل موجوده. طب جميل. مش اقل من كده. مش اقل. مش اقل. طيب ابوظها ازاي؟ تشيليها يعني؟ مش هقول لك لا، يعني انا ببوظها بايدي ازاي؟ يعني انا المفروض ان انا اقول لك مثلا احافظ عليها ازاي؟ لا انا هقول لك اللي احنا كلنا بنعمله، بنبوظها بسرعه.
تمام، ان مثلا واحده متعوده على الرموش، تركيب الرموش الاوفر الزياده قوي، فهي لا مش، لا دي مش مكفياني، مع ان هي بتدي فوليوم حلو وطول حلو بس ناتشورال جدا عشان هي كده كده عينيا. بالظبط، انت بتريحي عينيكي وبتدي وسع، فمش عايزه بقى ان هي تفضل كل يوم لا انا هركب عليها رموش، لا انت عاملاها ليه؟ انت عاملاها عشان تريحي اوريدي رموشك. بتنفع كمان في حالات مرضيه بتنفع فيها الكلام دوت، في ناس عندهم الرموش نازله ستريت بتسبب لهم مضايقه في النظر، فدي بتبقى مشكله عند دكاتره النظر، فدي حاجه معالجه للرموش دي جدا. طب انت كنت من شويه قلتي لحد بره انت ما ينفعش عشان رموشك كده، انا عشان عارفين. لو واحده ما عندهاش رموش عندها فراغات زياده طبعا انا لما هرفع الفراغات دي هتبقى باينه. والله يا جماعه كل حاجه بالمنطق بتنفع، يعني انا لو فكرت ان انا عشان رموشي فيها فراغات كتير فاعمل ولا ما اعملش منطقيا ما ينفعش. طب لكن ملوش علاقه بشيء بالعين، يعني عيني مسحوبه، عيني ساقطه، عيني لا 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 ملوش خالص، علاقه، مالهاش علاقه بكثافه بالعكس، دي لما الرموش. العين بتبقى ضيقه او نازله قوي دي بتديها وسع تبقى كات ايس هي كده صح؟ بترفعها فبتديها وسع واضاءه. هي كشفت على عينيا قبل ما تخلق. هي كشفت على الاوضه كلها تقريبا. هنجرب الموضوع ده اكيد في يوم من الايام. هي بصراحه النهارده غيرت لي فيه وجهه نظري، لان انا نفسي كنت ببقى قلقانه من الموضوع، بقول بيوجع قوي وازاي الناس دي بترضى بكده. مفيش نسبه وجع خالص يعني نهائي. طيب حلو جدا. انا كعروسه جايه لك المكان، انت عامله شقاوه كتير ولما حاجات البنات كلها كده، يعني كل فيونكة يا جماعه بجد والله العظيم، يعني انا لسه بقولها قولي لي ايه الباكجات اللي عندك وقولي لي ايه الحاجات، عندها حاجات كتير جدا، الماتيريال بتاعتها كلها مستورده ومعاها حاجه كده اختراع هتفرجنا عليه دلوقتي. انا بقى جايه لك وناقصني حاجات كتير، قولي لي انت بتقدمي ايه؟ انا تخصصت في كل حاجه اللي هو ميك اب داي، كل حاجه حلوه. كل انا متخصصه في كل حاجه حلوه. كل بنوته تقوم من النوم هي مش محتاجه حاجه. على فكره انت كمان روحك حلوه. ميرسي والله العظيم، عشان كده انت بتحكي حتى الحكايه حلوه والله العظيم. انت جميله. يعني كل حاجه، كل ما هو دايم، بعمل مايكرو بليدنج دايم للحواجب، فمش هتقوم الصبح تقعد ترسم حواجبها بالشادو وهي مستعجله. على فكره بقى انا عندي حد بتبعت على البيج، هي من الفانز بتوع البرنامج والله العظيم، حرفيا بتقوم قبل جوزها علشان تحط عشان ما يشوفهاش اي شادو او حواجب، مش بتتدلع ومش بتستهبل، لان احنا يعني الرسول قال لنا ان احنا ما يبقاش شكلنا وحش قدام زوجنا على الاقل، يعني ما يشمش منا الا اطيب ريح وما يشوفش الا الوجه الحسن و و. فهي يعني دينيا لازم تعمل كده ونفسيا لازم تعمل كده، لان هو لازم يشوف شكلها حلو. ففي ناس حقيقي لازم تعمل ده، بتعاني من الموضوع ده حقيقي. جدا فعلا. انا فعلا. انا موافقاكي جدا من كتر المسجز اللي جت على البيج. وبالنسبه للبسين والبحر والكلام ده بتبقى في واحده قاعده ما عندهاش اوريدي قاعده متأيده بالظبط، يعني هي مش قادره، تبل وشها خالص. ومش قادره. بصي انا اكتشفت حاجه الفتره اللي فاتت دي من المعاملات مع ناس متخصصين زيك، ان ممكن عشان الحمد لله الحمد لله لو الواحد قاعد ما عندهوش المشكله اللي عند اللي قدامي ما بيحسش، مش هحس بالمعاناه اللي هي فيها. بالزبط. يعني هي لما تقوم بدري عشان تحط اي شادو قبل ما جوزها يشوفها حاجه تضايق جدا. يعني فاهمه؟ لا، طالما في حل يبقى لازم نعمل الحل، طالما مش حرام يبقى خلاص. بالظبط. جميل، قولي لي بقى. ادي كده الحواجب. احنا طبعا الصور بتاعتك دلوقتي هنتفرج بقى، بس كملي كلام. جبت لكم الرموش اللاش ليفتنج برضو. دي هتبقى دايما. بعمل تنظيف بشره عميق. واضح على بشرتك يا بوسي. واضح على بشرتك. بعمل بروتين. تريتمنت عليكي. واضح على شعرك برضو. قولي لي صبغه عشان اقول لك واضح على لون الصبغه. ايوه. بعمل كل ما هو دايم. ضوافر جل دايمه. دي مدتها من شهر لشهر ونص. اوكي. في ناس بتعمل عندها اوريدي ضوافر، بنعمل لها طبقه جل حمايه على ضوافرها، ان هي ما بتكسرش، بتبقى محافظه عليها. جميل. وبتطول، بتساعدها على انها تطول. في بقى كمان عندك حاجه كده انت مش عارفه مخبيها ولا ايه، توريد الشفايف. توريد الشفايف، فهميني بقى. توريد الشفايف ده عباره زي مكنه الجهاز التاتو. اوكي. بنشتغل على اول طبقه برضو. توريد. توريد يعني تبقى حمراء شويه او روزي شويه. بالظبط.
بندي لون بيبقى في الاول طبعا جامد عشان لما بعد التقشير بيهدى بيدي درجه حلوه. حلو. في حاجه تاني بقى معايا. ابي يا بوسي. ابي وطلعي. الجهاز دوت في ناس كتير دلوقتي، ده جهاز سكرابر. حلو. ده ناس كتير بتشتغل بيه، ده بيعمل تقشير للبشره. تقشير. تمام. انا بعمل بيه تقشير للبشره، بيشيل خلايا الجلد الميته. ممتاز جدا، يعني بتلاقي تفتيح، بتلاقي نتيجه فظيعه، مع طبعا باقي الخامات تنظيف البشره. اوكي. في حاجه تاني بقى ان مفيش حد بيعملها، يعني دي انا بحب اجيب الجهاز واطلع منه الف حاجه. ازاي؟ دي انا بعمل بيه تقشير شفايف. حلو ده. تقشير الشفايف ده بيدي نسبه نعومه وفرد للشفايف وفوليوم وتوريد، يقعد معاكي من اسبوعين لثلاثه لشهر. حلو جدا. يعني انا اول ما جبته استخدمته طبعا، انا اول واحده. أوكي. لازم حقل التجارب احنا. اللي اعرف اجربها لنفسي يعني اكيد. اكيد. عملته على شفايفي، قلت طب ما انا اجرب بيه، ما في القشور بتاعه الشتاء والكلام ده كله. جربته، قشر طبقه حلوه قوي من غير وجع خالص. انا عارفه انت. أيوة. بتقلقي من وجع. انت عارفاني بتوجع من غير اي وجع خالص. انا عندي فوبيا من الحاجات الجديده دي كلها والله. ما فيهوش اي نسبه وجع. اوكي. بيشيل الطبقه الميته كلها. بتحسي بتفتيح جامد. التشقق ده بيروح، بتحسي بفوليوم. بيملى الشفايف ويدي فوليوم ونعومه ولمعان غير طبيعي. بعدها بستخدم لك حاجات مرطبه كده. بتقعد معاكي بعد يومين بالظبط، شوفي شفايفك كانك عامله تاتو دايم للشفايف. انا جايه لك يا بوسي. انا تقريبا حبات عندك يا بوسي. نوري. اكيد. بوسي، طيب انا دلوقتي لو انا يعني عايزه اعمل تاتو، اولا انا خايفه طبعا. اوكي. ثانيا خايفه من لون يغير. ثالثا لو انا جايه مش عارفه اختار رسمه، بتعملي لي ايه؟ بطلع لك رسومات كتير من عندي، انت بتختاري منها ده مقدور عليه. لو انا ما عنديش شخصيه ان انا اختار حاجه تبقى انا، يعني يعني في بنات ما عندهاش الملكه دي، يعني ممكن انت مثلا تبقي قاعده تعملي كده ايماجينيشن، تقولي لا انا مثلا عايزه فراشه، عايزه ورده، عايزه بالزبط. انا شايفه نفسي مثلا في حرف معين. ها. لكن ساعات بيجي لنا ناس تبقي مش هي عايزه تقنيه جديده، عايزه تجديد، لكن مش عارفه تعمل ايه. بالظبط. احنا بنقعد بنختار مع بعض طبعا. بنختار مع بعض الرسمه اللي انت تحبيها وهي تحبها. بالظبط. باختيارها. وبنشوف هي عايزه ايه وبديها رايي، وفي الاخر طبعا بيبقى الراي ليها بالذات في الرسمات لانها حاجه بتقعد مده معاها. شكرا ليك يا بوسي، مبسوطه بيكي جدا وبكل التقنيات اللي عندك دي، واكيد طبعا هنتفرج على حاجات تانية في الحلقات التانية. مبسوطه جدا كنت معاكم بجد. نورتينا. جدا نورتينا بابتسامتك كمان. ميرسي يا حبيبي. يلا نطلع نشوف فيديو صغير كده لبوسي عاملاه، وهنرجع بقى للفقره اللي انتم مختارينها النهارده. فاصل صغير وراجعين تاني، اوعى تروحوا في اي حد. منال عبد الله ثالث عشان تجاوب لكم على اسئله. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. انت خلاص خلاص يعني انت صاحبه البرنامج. فضل ونعمه عند ربنا والله. سؤال جالنا كتير. تمام. الحجامه علاج ام وهم؟ الحجامه يعني هو بمعنى اصح احساس، ارتياح، تقبل، اول ام علاج؟ اول حاجه وقبل اي حاجه زي ما قلت لك قبل كده، الحجامه هي وسيله ربانيه، علاج رباني. فبالتالي قبل اي شيء وقبل ما تسالي على اي حاجه، طول ما انت بتقولي رباني خلاص خلصت. احنا التجأنا لمين؟ لربنا، لله. فبالتالي فيها راحه نفسيه، فيها راحه جسمانيه، عقليه، كل شيء. تمام. تمام. ده مختصر الحجامه. نزود عليهم بقى طبعا انها سنه عن الرسول. لا دي انا بتكلم دلوقتي، انت بتقولي في علاج ام وهم. تمام. اوكي. اما بالنسبه اللي هي حجامه فهي مامور الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها. امر من الملائكه وامرنا بها. اسراء والمعراج. الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما كان بيعدي على سما قول يا محمد مر امتك بالحجامه، فده امر من الملائكه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال لك عليه الصلاه والسلام خير ما تداويتم به الحجامه. طب هي طب نبوي ما تعتبرش ان هي تبع العلاج الصيني والحاجات الصينيه؟ هقول لك حاجه بسيطه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء عرض عليه الانواع اللي هي كانت العلاجات والتداوي، فصلى الله عليه وسلم قال كلمه اقر بيها
بتحفظ. قال لك ان خير ما تداويتم به الحجامه، بمعنى عليكم بالحجامه. شفاء امتي في ثلاث: شرطه محجم وشربه عسل وكي، ولقد نهيت امتي عن الكي. اصبح هو كان في وجوده صلى الله عليه وسلم، لما شاف ان الحجامه وامر بها عرف ان هي فيها خير لامته، فامرنا بها، اصبحت فهي طب نبوي. جميل. انما هي موجوده بس كانت باشكال متنوعه. حلو، احنا كده وضحنا الجزئيه دي كلها. الحجامه اختفت ورجعت. هقول لك ليه. اختفت لان احنا بعدنا عن السنه شويه. الناس اتلهت. بتيجي عند الحتت اللي بتوجع انت يعني. ما هي هقول، ما انا قلت لك ده علاج رباني. فبالتالي مش اي حد بيعرفه، بالتالي انا لما اجي لك اعمل لك تعملي لي حجامه. انا عارفه ان الحجامه دي مش بايدك انت. لا، ده بيد ربنا. اصبحت ان انا بلتجئ لله، بلتجئ لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبحت انا كده بروح لدكتور، ماشي طب اكيد يعني. ايوه الشفاء بايد ربنا سبحانه وتعالى. بس نيجي للامر الاول، الامر النبوي ده امر. فبالتالي احنا لو مشينا بيه فعلا خلاص اصبحت حياتنا كلها بقت سبحان الله، لان هي اساسا سنه عن الرسول، بمعنى ان هي حياه الرسول في النفسيه والجسديه والعصبيه، يعني جزء كان بيعمله، فكان طبعا بيؤدي الى تطور في نفسيته وفي العلاقات اللي حواليه، في جسمانه وفي كل حاجه. هو امر، اوحي اليه ان الحجامه امر. امر في شفاء للناس. اتطورت يعني، رجعت أكيد. راحت شويه وبعدين بدات ترجع تاني. ليه بقى؟ لان احنا عملنا الناس اللي هي حبت بقى ان هي تعرف مزايا الحجامه وايه هي الحجامه وايه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله هو ربنا بيريد ان هو يعرف الناس ان الرسول لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى. طبعا اصبحت في ناس ربنا سبحانه وتعالى خصصها ان هي تدور في ايه، فعملت ابحاث وعملت طبعا تجارب وعملت حاجات كثيره جدا ادت انها ايه، اثبتت نجاحها 100%. ليه؟ ان نرجع للاول تاني لله. عايزه اقول لك برضو حاجه بالمنطق، يعني انا بحب دايما ان احنا نتكلم بعقولنا عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. حاجه مستمره عدد السنين دي، لا اذا هي موجوده، لانها مش تقنيه طلعت او حاجه اختراع وخلاص يعني، فاهمه قصدي؟ بس هي تعددت السبل بالحجامه، الحجامه بالجفه والحجامه الرطبه والحجامه المتزحلقه، الحجامه بقرص النحل. بس طب وضح لنا بقى كده في عجاله، ده ايه وده ايه وده ايه وده. هقول لك حاجه، هي الحجامه المعروف عنها دلوقتي حاليا اعدادها، لا يعني اعدادها كتير، لكن انا هخصصها لك مثلا في ثلاثه. الجفه اللي هي بدون تشريط، ان احنا بنوضع الكاس في مكان معين او مكان القلم. جميل. في اماكن زي ما قلت لك قبل كده ان هي ما بتشرطش. تمام. الحجامه الرطبه اللي بيبقى فيها التشريط بسيط جدا لاستخراج الدم او استخراج السموم. جميل. تمام. الحجامه المتزحلقه ان احنا بندهن كميه من الزيت وبنمشي بالكاس بحيث ان احنا بنحاول ان احنا ننشط الدوره الدمويه بالتدليك بالحجامه. في كمان عندك حجامه بالتلج. جميل. في عندك حجامه بالابر الصينيه، في عندك حجامه وبعد منها يتعمل قرص نحل. ليه قرص النحل؟ لان مكمل للحجامه. بمعنى لان انا بجيب النحل او بجيبها كده وفاكراني هسكت. لا بصي، قرص نحل هو قرص النحل، وربنا سبحانه وتعالى جعل من النحله ومن العسل شفاء. جميل، كلنا عارفين المعلومه دي، لكن انا هجيب النحله تقرصني. في اماكن معينه، بمعنى ان هي بيبقى زي وغزه، زي هقول لك على حاجه بسيطه، انا اسفه، زي تحليل سكر مثلا. بالظبط كده. او مثلا قرصه بعوضه بتحسي بيها، بس قرصه البعوضه دي مدمره، ما اقصدش يعني قرصه البعوضه دي ربنا يكفيها شر. اما قرصه النحله سبحان الله ربنا بينزل في القرصه دي، الناس بتفتكر ان هي مشكله وتقرص، لا ده بتنزل مضاد حيوي لا تتخيلي. سبحان الله. بينشط الدورة الدموية. ماشي. بيزود الخلايا الميتة، بيفرزها سبحان الله، بيجدد الخلايا المخية. الخضة دي ولا ايه؟ لا مش الخضة، هي المادة اللي بتنزل منها. اوكي. هي بتنزل مادة في الجسم. تمام. فهي سبحان الله بتنتشر بسرعة سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى. طيب عندي سؤال مهم جدا. اتفضل. انا اجي لك اقول لك انا عايزة الحجامة الجافة ولا الحجامة المتزحلقة، ولا انا اللي بختار؟ لا، ولا انا اللي بحدد. بتحددي طبعا على اي اساس؟ على ايه؟ المرض، في مرض في اماكن بيحتاج حجامة جافة بس. اماكن معينة ما ينفعش تشرط فيها. جميل. تمام. وفي اماكن لابد من التشريط. تمام.
وفي اماكن لازم اعمل لها تدليك ومسح ده حسب الحاله وحسب ده بجد وحسب بجد موضوع. يعني انا ممكن اشرط حته ما ينفعش تتشرط وممكن امشي عليها بالمتزحلقه بالزيت. لا المتزحلقه ما منهاش اي اثار اجانب. ما انا لسه كنت ولا اللي هي الجافه برضو ليها اي اثار، يعني ما لهاش اي اثار، وبالتالي برضو التشريط. بس في اماكن في الجسم ما ينفعش في التشريط. حلو جدا. بس طيب سؤال غريب ومهم جدا، ايه علاقه الحجامه بالقمر؟ هقول لك معنى الليالي القمريه بالبلدي كده عشان بالبلدي نستفهم. بالبلدي احنا قاعدين الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالايام الفرديه القمريه. جميل. بمعنى انت لو جيتي لخاصيه المد والجزر، حلو، احنا تلتنا ميه تمام. في المد والجزر الايام دي الانسان بيبقى زي ما تقولي سبحان الله، بيبقى في حبه ضيق نفس، مخنوق شويه سبحان الله مثلا. فانت بيجي في الايام دي في المد بيشد الجسم، الايام دي الدم بيبقى فاير يعني جسم الانسان بيطلع وبيستخرج كل السموم. فلما انت بتعملي الحاجه دي بيبقى الدم مجهز ان هو لو استخرجتي منه كل ده والدم زياده ما يبقاش فيه ضعف، ما يبقاش فيه الم. لا سبحان الله. فهمتك. هو يعني هو خاصيته المد والجزر في جسم الانسان. في البحر يعني، بس انت المد والبحر والجزر، وبرضه كذلك جسم الانسان، لان احنا من 50 ل 75 جسمنا ميه لان احنا من طين. بالظبط. طيب قولي لي بقى امتى اجي لك اقول لك يا استاذه منال انا عايزه اعمل حجامه، تقولي لي لا يا حبيبتي روحي للدكتور. بالظبط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. الحاجات ديت اللي فيها موانع للحجامه، بس اللي هي ضغطك واطي استحاله اعمل لك حجامه، ممكن لا قدر الله يجرى لك حاجه فيها. تمام. الحامل تمام. اللي هو عند الله اكبر الكانسر، اللي عنده السكر متردد، في امور وموانع انا ما ينفعش ان انا احط ايدي بمشرط واعمل، ممكن اعملها لك بطرق تانية. هي دي بقى اللي ما ينفعش فيها تشريط. تمام. لان هو اساسا الحجامه بتوطي الضغط. ما بالك انا الضغط. لما اجي اعمل لك وانت ضغطك واطي تطيري. طب وفريدي انا اوريدي ضغطي واطي اعمل ايه ساعتها؟ لا بتتعالجي الاول، ترجع للدكتور الاول. لا مش قصدي انا مريض الضغط، انا ممكن ابقى في العادي في الحياه العاديه ضغطي ساعات بيوطي. بالظبط. وطى بقى مني ساعه الحجامه؟ لا استعمل بسرعه بقى، انا ما عندي ايه بقى الحاجه المحليه بسرعه. الحدقه العصاير الحاجات المحليه. انت عندك هبوط. اها. انت عندك هبوط. لا بس الضغط الواطي بياخد. انت بعمل حجامه دلوقتي. ده نسبه ثانيه. انا بعمل حجامه. اوكي. ما ينفعش ان انا اديكي حاجه حتى مش وقته يعني. انا بديكي السوائل، السوائل اسرع. ميه بسكر بسرعه، عصاير بسرعه تنشط. ده لو انا ضغطي وطي فجاه، لكن فجأة. انا مش مريض الضغط. لا مش من الخوف. انا من ممكن تيجي لي حد. انا بكلمك عن نفسي على فكره. ممكن يجي انا ممكن يجي حد يعمل حجامه يبص تلاقيه يترعب وترعش وضغطه يبطا. استحاله اعمله. استحاله، ما هو خوف شديد جدا، ما ينفعش اعمل له حجامه. طب افرضي لا قدر الله انا مريض الضغط وعايز اعمل حجامه، اعمل ايه بقى؟ لازم تظبطي الضغط الاول. يعني هو لو النهارده نورمال اجي لك ولا هو بالزبط. ايه؟ ما انت دلوقتي انت مريضه، ممكن اخليك تقيسي الضغط الاول قبل ما اعمل لك الحجامه. ضغطك تمام؟ ماشي تمام. لا كان كده بديكي مثلا برشام تحاول تظبط معاك الضغط عشان لما اجي اعمل لك وتوطى منك سنه الحقك بالعصايه. طب وحلو بقى بتاع الخوف ده، لو انا خفت وضغطي وطي اعمل ايه بقى؟ ساعتها اوقف على طول. ده احنا هنوقف من قبل ما نبدا. لا لا بس خلي بالك انا زي ما قلت لك قبل كده، هي يعني لا مفيش اي هنعرف. الم هنعرف. شايفاني عماله اجلها؟ لا ما تقلقيش، احنا هنعرف. عارفه انا هاجلها ليه؟ عشان ما تسيحليش قدام. المفروض ان احنا كل مره حبيتي. هنعمل حجامه قبل الحلقه عشان اطلع اقول لكم تجربتي في الموضوع. ان شاء الله تعملي مساج وحجامه. مش قادره بس هحاول يعني هجرب فيا ان شاء الله. لا انت ان شاء الله بامرك يا رب. لا مفيش حاجه اسمها تجربي. بصوا انا عاجبني جدا. ايوه انا فاهمه قصدك جدا. انا عاجبني والله، دي ساعات بتخلينا ناخد قرارات في حياتنا احنا مش يعني نكون مترددين فيها. ثقتها في نفسها معديه الحدود بالنسبه لي. يعني لسه برضو بنتكلم بره قالت لي انا اللي هعمل لك مساج وانا اللي هعمل لك حجامه ومحدش يقدر يعمل زيي. يعني ثقتها في اللي هي بتعمله وبتقدمه وان هي بتتقنه على قد ما تقدر وعلى قد ما درست وعلى قد الشغل بتاعها وعلى قد اقتناعها بالموضوع دي بصراحه حاجه مخلياني واثقه فيكي. لكن ما ينكرش انا لازم اكون واثقه في نفسي. بس أيوة. انا طول ما انا واثقه في نفسي بنقل لك الطاقه الايجابيه دي. صح صح. لكن لو انا مهزوزه مستحيل هتيجي. اكيد طبعا لازم اكيد.
يعني بصي الطاقه دي عدوى، يا سلبيه طب يا ايجابيه. لو انا ايجابيه هتلاقيني انت بالتالي خلاص انت حابه خلاص هعملها، لكن لو انت خايفه او انا متردده او بحاول ان انا طب ماشي ده بحاول، ما تخافيش والله. بصي طريقه الكلام وطريقه الافعال بتوصلني، تردداتك بتوصلني طبعا. زبزب. طبعا طبعا زبزب الطاقه طبعًا. هي بتوصلني الطاقه بتاعتك جدا والله. لسه برضو برضو شفتوا هي عندها اصرار وعزيمه. ان شاء الله هطلع وهسيح كل حاجه هقولها، انت عارفه ما بخبيش عليهم حاجه. بصي انا اتمنى لسبب ان فعلا لازم حد يعني يكون معايا فعلا عشان يقدر بجد حكي فعلا يعني انا حكي لك، وممكن كمان نطلع لايف على البيج واحكي لهم التجربه كلها. طبعا تابعونا على فينكا وبيبيون، انت عارفين اللي بيحصل طول الاسبوع بنطلع لكم بالظبط. قولي لي بقى لو انا يعني حد لا قدر الله برضو عنده السكر، احنا عارفين ان جرح السكر غير اي جرح تاني بالظبط. الخطوه دي صعبه، الخطوه دي صعبه. لا هي في طريقتين. اول طريقه ممكن يكون بالوغز، يعني كده ايه نقط 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 أوكي. نقط بس بيجي برضو انا ما بحبهاش لسبب ان هي بتألم مريض المريض السكر. بسبب لان كل شويه بشكك 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 فيها الم شويه. اما التشريطه مش باينه، يعني التشريطه تكاد تكون حاجه كده بتمشي بيها الم. تمام اوكي. زي ما قلت لك قبل كده اللي سكره عارفه ان انا سكري بيعلي بيعلى خلاص دي بتبقى معايا، لكن المتردد طالع نازل طالع نازل ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن وانا بعمل لها السكر يوطى فجاه يجي لها غيبوبه السكر، تبقى مشكله طبعا، مصيبه طبعا طبعا. وبرده قلنا قبل كده الحامل لا لا طبعا، الحامل عشان ما تضعفش، لان احنا اساسا الدم بتسحبي الدم بالظبط بالظبط طبعا ما ينفعش طبعا. والطفل قلنا قبل 5 سنين لا، لحالات معينه برده. طب اللي هم ايه الحالات المعينه؟ مرض يعني مثلا هقول لك على حاجه، انا برضو قلت لك المره الثانيه انا مش عايزه برضو افجرها. في نوع من الحجامه لحساسيه الطعام. طب قولي لي بتعملي ايه بقى في القصه دي؟ دي يعني انا طبعا خريطه مبادره ابني اقوى طبعا، عشان كده بقول لك انا انا بحاول ان انا برضو احنا هنفهم برضو الموضوع منك عشان برضو منطقيا نشوف احنا بنعمل ايه. قولي لي طيب انا دلوقتي ابني عنده حساسيه طعام وجايه لك عشان تعملي ايه؟ بالظبط هعمل حجامه لاماكن معينه، جفه وتشريط. جفه وتشريط على السره جفه، على التشريط من بره. انا قبل كده نزلت لك الصوره فيها منها، دي خريطه بقى مش علمي انا بقى. لا انا بمشي على اللي قبلي عملوا خرايط. اوكي. انا ما انا مجرد اداه. طب الطفل ده بيستحمل الشرط والكلام ده؟ بيستحمل. في اطفال انا عملت لهم 3 سنين. طبعا عندي اطفال سؤال ابني مهم جدا اللي انت شفتيه طبعا فهد، كان عنده سرعه ترسيب عاليه جدا وكان بيجي له بالسخونيه، مش هقول لك كانت بتعمل ايه. انا عملت له دلوقتي، هو عاده انا اتلهيت عنه شويه انا اسفه فهد، بس هو دلوقتي بيقول لي يا ماما اعملي لي، هو اللي بيطلب. تمام. طبعا استحالة. طيب الاطفال اللي عندهم حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي كلنا عارفين ان هم بيبقوا هايبر شويه وبيبقوا بالزبط. عندهم فرط حركه بمعنى اصح بالزبط. ازاي بتقدري تسيطري عليه؟ انا اساسا بهدي الطفل، مجرد لازم اهدي الطفل الاول، بعمل له مواضع بسيطه جدا في اماكن معينه. انت بتلعبي على الاعصاب بمعنى اصح اول مره، بس بعد كده خلاص العيل هو ذات نفسه بيحس ان خلاص ابتدى ياكل، ابتدى يعمل حاجات هو ممنوع منها، فبيجي لي عشان عارف ان هو هيزيد في الاكل، هيزيد في الحاجات اللي مش اللي ممنوع منها بياخدها. الطفل بسم الله ما شاء الله مش غبي، عارف ايه اللي بيوجع وايه اللي موجود وايه اللي دي هي فعلا يعني الحمد لله معجزه من معجزات ربنا. زي حاجات كتيره الحجامه بتعالجها، الانزلاق الغضروفي لو المفروض ان انا اروح اعمل عشان لا قدر الله في عندي انزلاق غضروفي، لا انا باجل التشريط لسبب ان ممكن العمليه بيبقى فيها نسبه يعني الله لا يقدر فشل. لا الحجامه ما فيهاش فشل. صح أساساً. كلنا بيسيبوا فكره العمليه دي لاخر بالظبط بالظبط اخر حاجه ممكن نقدر بس لما انت تعمليها تعملي على اعصاب بتاعه العصب بتاع الغضروف سبحان الله بتبقى هايله. انا حقيقي اعرف حالات كتير كانت داخله عمليات بس مع التخسيس. مع طبعا ده مع التخسيس ده لكل الاعراض وكل بس الامراض، لان التخسيس مصيبه زي ما قلت لك طبعا فهو ضاغط. فانا اخفف الوزن، اخفف العبء على الفقره، بالتالي لما انا نشط الدوره الدمويه اصبح دي بقى اللي بحاله اللي بيستفيد منها قرص النحل مع الحجامه. في كوكتيل بيحصل عندي كله طب بديل، يعني طب من عند ربنا كله بدأ. يعني اقول لك على حاجه كمان، ان انت بتدهني عسل نحل
في كمان عسل النحل. ده بعد ما بنخلص الحجامه بندهن عسل النحل. عشان ايه بقى؟ عشان الجرح والحاجات دي كمان بالمره بقى. لا يعني ده شفا كمان بزياده. اوكي. يعني انت عسل النحل مجرد انها الله يعني الله لا يقدر لما بيكون في خراج او في اي عمليه. أوكي. بجيب له عسل نحل اغير له بيه. بحط له على الجرح. بحط نقطه عسل على السره بعد تنظيفها، بتنشط الدوره الدمويه بطريقه لا تتخيليها. ثانيه بس، ثانيه والنبي الله يخليكي، ما تعديش كده كاني مش سامعه. انتوا ليه مش عبي... ليه مش شايفيني يا جماعه؟ لا والله شايفاكي يعني. بس انا عايزه اديكي يعني اكبر يعني إيه اكبر كميه من الاستفاده. انا ضف الصوره بتاعت طفل بتنشط ولا كبير ولا مين؟ لكله. لا دي معلش وضحي لي بقى. معلش معلش، بس دراسات دكاتره متخصصه عملت العلاج بالسره. العلاج بالسره، العلاج بالسره، تحطي عسل نحل، تحطي في السره. عشان اعمل ايه؟ العلاج مثلا تنشيط الدوره الدمويه، احط لسموم المعده. اوكي. نقطه يعني انت بتنضفي السره. تمام. اي حد انت ممكن تعمليها لنفسك، مش شرط تروحي لحد. تمام. بتنضفي السره كويس جدا. ماشي. وتنشفيها وتحطي معاها عسل بس بيور. عسل بيور ده اللي هو ابو شمع من فوق. بصي لو تقدري تجيبي اللي هو بتاع الملايين. بصي وانا مش عايزه اتقل قوي على الناس، بس كل ما كان بيور كل ما كانت الاستفاده اكتر. فهميني يبقى بيور ازاي؟ يعني نقي، عسل نقي زي ملكه البحر. ملكه قصدي عسل. انا ايه؟ انا ايه ازاي؟ بصي اللي هو دايما بيبقى عليه الشمع. ايوه بقول لك. اختاري المنحل الصح. المنحل الصح. أوكي. لان خلي بالك في كتير جدا مغشوش، عشان السوبر ماركت طبعا عنده اللي هو الخبيث او الحاجات دي. مش بتاخدي نقطه من عسل النحل. ايوه. بتحطيها على الصوره وبتغطيها بالبلاستر من بالليل للصبح. من بالليل للصبح يعمل بقى حاجات لا لا لا، انت هتلاقي حاجات كتيره جدا. طب دي يا جماعه حاجه سهله جدا وما فيهاش اي اضرار. ما اظنش ان هي تضر حاجه. في بقى علاج للبشره منها. طبعا. وعلاج وعلاج مثلا لالم المعده. لا ده مجال تاني، احنا هنخش في مجال السينما. احنا عايزين نطلع كل حاجات. ما هو مش كل مره. حاجات مش كل مره، ده حته حته. لا ياما هنسلي، هنطلع من المجال ده هنخش مجال تاني. صح صح صح. طيب قولي لي، في بقى فرق بين الحجامه الوقائيه والحجامه العلاجيه؟ كلنا بنبقى سامعين، بس برضو انا كواحده انا مش عارفه انا جسمي محتاج لايه بالظبط. ايه بقى كوقائيه؟ ان احنا دخول في السنه النبويه. يعني انا ابقى جايه لك ان شاء الله مره في الشهر، مرة عشان هي سنه، عشان هي سنه ابقى دخول سنه. يعني ايه يعني زي ما بيقول لك كده، ايه الوقايه خير من العلاج. حلو جدا. تمام. اما العلاجيه، انا مريض. انا مريض. فمش هستنى. هي بصي الايام الفضله اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك عليها 17 19 21 23 تمام. دي للوقائيه. للوقائيه الليالي الفرديه. بالظبط. انا تعبان. هروح في اي وقت. مش قادره. يبقى محتاجه في اي وقت. اي وقت. اي وقت فار فيه الدم وتعبت في الاخلاط من الدم من جسمنا، بعمل حاجه على طول. طب معلش بقى، لو انا دلوقتي فار فيا دم، اتحرق دمي يعني؟ لا مش هتحرق دمك. انت بيجي فتره معينه بيبقى السموم اللي في داخل جسمك او الفيروسات او الضغط النفسي والعصبي بتخلي الدم يعلى على مستوى يضرب الضغط عالي. أوكي. ما هو ضغط الدم هو بيجي من فوران الدم. اصبح ان انا لما اجي لك بقى في ساعتها خلاص لازم تحتجم. طب لازم انا شايفه ان انت تروح لها طول الوقت، بما اننا كلنا على طول مخروطه. انا اجي لها. انا اجي مخصوص. طبعا كل الستات اللي قاعدين دلوقتي والرجاله، الست حرقت دم جوزها او العكس صحيح، على منال على طول بقى. لا اللي انا اقصده برضو ان هو اختلاط الاجناس مع يعني مثلا الدوخه والضغط النفسي والضغط العصبي. الضغوط اللي احنا فيها كل دوت مع اختلاط الجسم والفوران اللي بيبقى في الجسم الضغط بيعلى، فلابد ان نعمل. ما استناش بقى لسه. زي لدغد الله اكبر العقرب. زي السحر. نيجي بقى عند الباشا بتاعنا النهارده. الباشا بتاعنا ده ايه علاقه السحر بقى بالموضوع؟ عشان بصي بقى برضه الناس اللي بتقلق، عشان مش أنا برضو عايزه. هو ده ده مجال لوحده، بس انا لازم افرده النهارده. جميل. لان هو في ناس كتيره عندها برضه ثقافه بسيطه عن الموضوع ده. يا جماعه مش كل واحد يروح للحجام ان في سحر او ان معاه سحر. لا، السحر ده عباره عن اني انا بسال في كذا جهه عشان احدد ده سحر ولا لا. بمعنى انت جيتي لا قدر الله تعبانه، بس انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، فبسالك عن حاجات كتير عن جسمك. تعبانه في ايه؟ تقولي مثلا في ظهري، في ركبي، في الحاجات دي كلها. روحتي للدكتور هتقولي رحت قال لي ما عندكيش حاجه، خلي بالك من الموضوع ده. جميل. تمام. اصبحنا احنا من انكر العلاج بالطب فهو جاهل، ومن انكر العلاج بالقران فهو جاهل جهل مركب. جميل. تمام. اصبحت انا بتخذ الاول ايه، بقول لك تعالي
انت تعبانه عندك كذا وكذا وكذا صح؟ رحتي للدكتور؟ تقولي لي اه رحت وعملت اشاعات وعملت وعملت ومفيش فايده. طيب تمام حلو قوي، ادي اول نقطه. تاني نقطه، بتحسي بايه في جسدك؟ تقولي مثلا عندي صداع، عندي الم في الركب، عندي الم في الرقبه، عندي 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 عندي. جميل تمام، حطي دي التاني برضو على جنب. ايه الاعراض التانيه؟ تقولي مثلا كل ما يجي لي عريس ما يحصلش نصيب، كل ما امشي في مشوار مش عايز يتم. كده مش حجامه خالص كده. استني كده. انا بفهمك حاجه واحده اللي عشان الناس ما تخشش تاخد فكره تانيه عن موضوع السحر والحجامه. ممكن؟ فبالتالي انا بشوف الاعراض دي كلها اعراض سحر. تمام؟ اجي بقى انا اعمل حجامه. تمام؟ ربنا من عليا بان انا اعرف المواضع اللي فيها الاذى الشيطاني في جسم الانسان. تمام؟ بالتالي لما بحط الرقي الشرعيه وانا برقي وبحط الاماكن في الحجامه، الشيطان بيجري مننا مجرى الدم. انا حتى الرقي الشرعيه الشيطان بيتحرق من القران. او بيتاثر من القران. ايا كان. فهو عاوز اي منفذ يخرج منه، بيخرج منين؟ من الحتت اللي انت بتشرطيها. بالظبط. اللي انا متعمده احطها. دي بقى مش علاج لاي حاجه، لا ده علاج بقى للسحر. الحجامه اللي انا بعملها وقتها ده اما اتاكد ان عندها سحر بحط في المواضع دي. تمام؟ اما العلاج التاني زي ما قلت لك بيبقى لكل مكان حجامته. بس انت برضو مش يعني برضو عشان نبقى واضحين وانا نفسي ابقى فاهمه انت بتتكلمي في ايه، انت مش بتقعدي تقري قران ونطلع بقى الجن والجو والخزعبلات ده؟ لا لا لا، احنا بنحط في الاماكن عشان انت بتشرطي، يعني عشان ابقى انا فاهمه صح. في حالتين بيقولي. جميل. حاله أيوة. مش عارفه اي حاجه. حلو. وعارف ومش عارفه ان عليها سحر. بس انا عارفه حساها او شايفاها بممارستي، حاسه ان هي تعبانه او اتكلمت. انا بقول لها اتكلمي لان انا باخد منها كلام كتير. لازم اتكلم، لازم تعرف ايه اللي تعبك وايه اللي موجود وايه اللي ليكي وايه اللي عليكي. تمام؟ فدي من غير ما اقول لها انت عندك سحر ولا ما عندكيش سحر بشتغل عليها. جميل. لكن في واحده بتجيلي وهي عارفه ان هي تعبانه ولازم تعمل رقيه شرعيه وحجامه لاستخراج السحر. ربنا يعفي عنهم يا رب. اللهم طيب. دلوقتي في دوشه في ودني. جاي لنا اسئله على البيج. قولوا يا جماعه. في واحدة بعتها دلوقتي بتقول ان هي بتعمل حجامة بانتظام، بس كل ما منطقة بتخف المنطقة التانية بتتعب. هقول لك ليه؟ لان احنا المفروض ان احنا لما باجي بعمل الحجامة بنشط الدورة الدموية. جميل. تمام؟ لما اجي انشط الدورة الدموية المنطقة، في منطقة مصابة الحمد لله بتخف. حلو. في منطقة تانية بتبقى لسه عايزة مرة تانية. اوكي. يعني زي ما يكون دم وصل للمنطقة والمنطقة التانية لسه ما وصلهاش الدم. طبيعي جسمنا. فبالتالي كله. ان هي عشان كده انا قلت لك مره اثنين ثلاثه عشان استكمال الدوره. جميل. في حد برضو بيسال بيقول دي بتفيد في امراض الكبد؟ اكيد، لسبب ان احنا قلنا الحجامه بتنشط الدوره الدمويه، وكل ما نشطت الدوره الدمويه نشطت الكبد. اوكي. حلو السؤال ده. تمام. بيسالوكي بيقولوا لك هم اللي بيحتجم بيتعود على الحجامه؟ هو بيتعود عليها يعني بصي، ما انا مش بقر ان هو بيتعود ولا ما بيتعودش. السبب انا لما بعملها بفوق بخف، فبالتالي هتحبيها. ما بروحش للدكتور. خلاص خلصت. ما اروحش ليه؟ طبيعي. صح. خلاص. او انا اتبسطت من حاجه ليه ما اعملهاش؟ عرفت الدواء. عرفت بالظبط الدواء وخلاص التزمت. تمام. اللي بعده ايه يا جماعه؟ بتساعد في علاج الغضروف؟ احنا لسه مجاوبين على السؤال ده دلوقتي. احنا لسه متكلمين. حلو جدا. طيب عايزاكي بقى في اخر بتساعد في الدوالي لو حد عنده دوالي؟ اكيد اكيد بتساعد. طبعا اكيد، لان احنا برضو بس برضو زي ما قلت لك مش من مره واحده، لان احنا بنحط في اماكن بنفك الانسداد بتاع الدوالي اللي هو بيعمل النفخه او ان هو بينطر العرق، فبالتالي لابد من ان احنا لما بنعملها في اماكن معينه برضو بتخف من الحده. لا. دي مره في مره في مره. حلو جدا. لا ثاني قول كده تاني السؤال ده. بعد الحجامه جالها الم في راسها وخوف شديد. بالظبط. واتغيرت في التعامل مع الناس؟ لا، هي اتغير المزاج بتاعها. بتغير المزاج بس بسبب هي كانت خوافه. تمام. يعني ما بعمل انا الدم لما بيتنشط اول حاجه بيجيلها ايه؟ بيطلع على المخ. صداع. لان دلوقتي المخ ضخ الدم مره واحده. جميل. تمام؟ منطقيا ان انت بتقولي ده جدا. ما هو منطقيا. ايوه، ما انا بقول لك ده صح كده. فاصبحت ان انا الدم ضخ مره واحده عمل دخ.
جميل. زي ما كنا احنا مثلا لما كنا بنبقى صايمين ونلبنا مره واحده احنا لما بناكل بنصدع ايوه ونهدى ونحس ان جسمنا عايز لما ينام ساعه كده بالظبط. لما جت بعد كده عملتها وداخل حاضر لما داخل ابتدت تعمل ايه؟ ها عندها بقى خمول حست ان من سبب الحجامه هي اللي اتغيرت الناس. الحجامه عمرها ما غيرت الناس. جميل. اللي ده سلوك صح. الحجامه سلوك ودي الحجامه علاج، انما اللي معاها ده سلوك طبيعي. طيب في حد بتقول لك لو انا اتبرعت بالدم او جالي تبرع بالدم يعتبر نفس تاثير الحجامه؟ لا. لا. بما ان ده دم داخل وده دم متدفق يعني هي جابتها من الحته دي. دم الحجامه غير دم التبرع نهائي. دم الحجامه تحت اول طبقه للجلد مليان فيه سموم ومليان الميكروبات ومليان الفيروسات والهرمونات الحاجات كلها اللي هي غير صالحه. طب انا مش لاحقه اقول لك الاسئله اللي جايه، اعمل ايه طيب انا دلوقتي؟ الغير صالحه. اما دم حاضر. اما دم التبرع في كل انواع الدم، الهيموجلوبين والدم، الكره الدم الحمراء، كرات الدم، البلازما، كل ده. انما الدم في دم الحجامه طريق وده طريق خالص، زي الدوره. جميل. زي الدوره الشهريه، ده دم وده دم. طيب. ده طريق وده طريق. الحجامه بتتعمل اثناء البريود؟ بصي هي ممكن تتعمل بس ليها اضرارها لسبب. انا البريود اساسا نازله، لما اجي اعمل ده بضعفك اكتر. اوكي. بضعفك اكتر. صح. فهماني؟ صح بالظبط. طيب بتحس بالم في اخر ظهرها من اقل مجهود تعمله والم في الايدين والقدم. ما هو ده تنميل، دي التهاب اعصاب. ثواني، عايزه تاخد حجامه وبتاخد بنسلين. ماشي معاك. بيأثر؟ لا ما يأثرش، بالعكس زي ما انا قلت لك قبل كده قلت لك ان هو هينزل كمان من جرعه البنسلين. هينزل من جرعه البنسلين مع استمراريه بس مع الحجامه. التحاليل طبعا. ما انا قلت قبل كده مع استمراريه الحجامه ان بتعمل تحليل، كل ما تعمل تحليل تلاقي نسبه الحمد لله ابتدت تعلى لان البنكرياس اشتغل. السكر البنسلين الطبيعي البنكرياس فرزه، فبالتالي ان انا مش هاخد ال 40، لا ده انا هاخد 30 وبعدين 20 وبعدين 10 وبعدين خلاص الحمد لله. ان شاء الله. عايزه اراده شويه بس. ان شاء الله. ان شاء الله. ايام الحجامه احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، في حد بيسال عن ايام الحجامه. السبعة. لا سؤال غريب قوي، استني. الحجامه ممنوعه يوم الاربعاء؟ لا ده حديث ضعيف. صح؟ ده حديث ضعيف. حاجه اسمها كده يا جماعه؟ لا. لا هو في بعض احاديث قالت فعلا ان الحجامه ممنوعه يوم الاربعاء. انا هقول لك ليه؟ لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام دايما كان بيخالف اهل الذمه. جميل. لان هم كانوا اسمهم عندهم كان حاجه اسمها ايه؟ الاربعينيات، يعني زي يوم الاربع، يوم الاستشفاء الاربع. فهو كان بيخالف السنه، قال لك ما تعملوش حجامه يوم الاربع. بس ده حديث ضعيف. احاديث، ما انا اقول لك حديث ضعيفه. ضعيف. يعني هي بس مجرد ان انت اتقال كده بس. طيب في سؤال تاني قولي كده. في طبعا حاجات كده طالعه الفتره اللي فاتت، الحجامه جريمه طبيه، الحجامه طب كده طلع وقت النبي وخلاص. عليه الصلاه والسلام، هقول لحضرتك حاجه، الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى. ولو في حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لفتره معينه كان قال دي فترتي انا. صح. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحجامه في ناس متخصصه عملت ابحاث، في ناس متخصصه عملت مراجع. على فكره في مراكز دكاتره كبيره جدا فيها حجامه، موجود فيها قسم علاج طبيعي وموجود فيها قسم حجامه، ودي انا بشوفها بنفسي. طبعا. ولو عارفين ان هي فيها اي جريمه استحاله ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بالظبط وحي من الله قال عليكم. بصوا انا مش عليكم بقنع بالحجامه. بالظبط. انا مش بقنع بالحجامه، بس انا بتكلم بمنطق الرسول عليه الصلاه والسلام والعقل اللي ربنا خلقه لنا. دي سنه. لو كان الرسول كان يقصد فتره زمنيه معينه كان طلع حديث قال ان ده فتره زمنيه معينه. بالزبط. طيب الحجامه وعرق النسا برضو ليها. بصي والتخسيس مش كل الناس في البيت متخيله ليه؟ لان احنا في الاول وفي الاخر يا جماعه بننشط الدوره. عرق النسا فيه التهابات، التهاب اعصاب. تمام. التهاب اطراف القدم والايد بالتنميل، الاطراف اللي هي من السكر. جميل. السخونيه القدم من السكر. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجدد الدوره الدمويه ونجدد الخلايا الميته بخلايا حيه. ادي كل الحكايه. فلا بد من ان سبحان الله بتشفي من اكثر من 150 مرض. جميل. بتشفي من امراض عجز الاطباء عنها. نرجع تاني ليه؟ لان احنا رجعنا للخالق. صح.
وسيبنا المخلوق. صح. بس اخر حاجه هسالك فيها النهارده وده اخر سؤال معانا طبعا، وده يعني في انقلاب على البيج، عايزين يعرفوا شروط ما بعد الحجامه. هو اساسا الحجامه لها شروط قبل ولها شروط بعد. حلو، قوليها لنا كده بقى. شروط القبل ان احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالحجامه على الريق. على الريق. اه جميل. الحجامه على الريق شفاء. تمام. وبعد الحجامه بيبقى فيه ان احنا بندهن بزيت زيتون او عسل نحل زي ما قلت لك، بناكل اكل خفيف ما فيهوش بقى اللبن ولا بيض ولا جبن ولا جبن، اللي هي الاكل الدسم، فيهوش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك لمده 3 ايام. الاغتسال بالماء الدافئ والدهن زيت الزيتون لمده 3 ايام برضو، لان في خلال اسبوع العلامات لو موجد علامات خلاص بتختفي. نورتيني. انا اكتر حاجه والله نورتيني، ومبسوطه ان انت بتقدري تفيدي الناس كل حلقه كده، وان شاء الله نعمل حلقات ثانيه جديده ان شاء الله بامر الله. هتوحشوني جدا الاسبوع الجاي، بس زي ما احنا متعودين مع بعض على فيونكا وبتون على الفيسبوك وعلى الانستجرام على مروه حسن، هستناكم واقتراحاتكم واسئلتكم وكل حاجه طول الاسبوع. هتوحشوني الاسبوع الجاي. باي باي.